كلنا عندنا كام كيلو زيادة كده في جسمنا عايزين نخلص منهم، وكل فترة بيظهر نظام غذائي نمشي وراه وبعد شوية نكتشف انه ما كانش افضل حاجة وما كانش صحي كفاية. وكمان لما بنقرر نروح لدكتور دايت ومشينا على نظام بوجبات ومواعيد ثابتة، بعد فترة برضو بنزهق وبنبطل وبرضو مش بنخلص من الوزن الزايد. النهاردة هنتكلم مع بعض عن نظام غذائي صحي جدا، more likely هو لايف ستايل اكتر من انه نظام دايت، فوائده كتير جدا وهيخليكي تنزلي الوزن اللي انت عايزاه. النظام الغذائي ده او اللايف ستايل ده اسمه الصيام المتقطع، في اكيد كتير منكم سمع عنه وفي ناس لسه ما سمعتش عنه خالص او سمعت عنه بس مش عارفه تفاصيل كتير متعلقه بيه. خلينا الاول نتكلم عن ايه هي فوائد الصيام المتقطع ده كلايف ستايل او طريقه للحياه نقدر نعيش بيها. اول حاجه هو بيخلص الجسم من الدهون الزايده، يعني مش بيأثر خالص على الكتله العضليه لكن بينزل من الدهون اللي في الجسم. كمان لو في دهون على الكبد بيخلي الجسم يتخلص منها، وكمان لو السكر مش مظبوط في الدم بيساعد برضو انه يظبط السكر في الدم، وكمان بيساعد جدا على علاج وعدم تكوين الاكياس اللي بتتكون على المبايض، وللاسف الحاله دي بقت منتشره جدا دلوقتي والنظام ده اثبت فعلا انه بيعالجها وبيعمل وقايه منها. طيب ايه هو الصيام المتقطع او ازاي نقدر نطبقه في اليوم بتاعنا؟ طبعا اللي انا بقوله ده او طرق التطبيق دي بتنطبق على البني ادمين اللي ما عندهمش اي مشاكل او امراض مزمنه، لكن غير كده طبعا لازم يبقى تحت الاشراف الطبيب المتخصص اللي انت بتتابعي معاه. في العادي اليوم بتاعنا 24 ساعه. الايديال علشان الوزن ينزل وتحل كل المشاكل اللي اتكلمنا عنها هو ان احنا نقسم اليوم ده ل 16 ساعه صيام و 8 ساعات فطار. ممكن في البدايه يبقى ده صعب شويه بالنسبه لك وما تقدريش تبتدي بالعدد ده من الساعات، فممكن تقسميهم ل 12 ساعه صيام و 12 ساعه فطار، او بعد فتره تزودي ب 14 صيام و 10 فطار لغايه لما توصلي للايديال اللي هو 16 10. طبعا كل ما ساعات الصيام تزيد كل ده ما هيدي فرصه اكتر للجسم انه يحرق الدهون اللي عنده متخزنه فيه، فبالتالي النتيجه تبقى احسن. طيب هنعمل ايه اثناء ساعات الصيام وهنعمل ايه اثناء ساعات الفطار؟ الصيام هيبقى صيام عن اي اكل ما عدا المشروبات. طبعا الميه هنشرب ميه كتير جدا، اي مشروبات او سوائل شفافه زي الاعشاب او غيره. المهم ان اي مشروب هنشربه ما يبقاش فيه لبن حتى لو خالي الدسم، وما يبقاش فيه سكر حتى لو سكر دايت، لاني مش عايزه ادي اي مصدر طاقه للجسم يحرق بيها دهون، انا عايزه الجسم يحرق الدهون او يستمد الطاقه بتاعته من الدهون اللي عنده اوريدي. طيب اثناء ساعات الفطار هنعمل ايه؟ لو احنا عايزين نخس مش بس مجرد ان احنا نثبت وزننا، مهم نركز قوي في ساعات الفطار ونختار اختيارات ذكيه تخلينا ما نجوعش وتخلي جسمنا يستفيد وما يحتاجش كل شويه ياكل حاجات فيها طاقه كتير جدا. يعني مثلا نبعد عن النشويات البسيطه زي السكريات المباشره او عيش الفينو وغيره، ونركز اكتر في النشويات المعقده اللي هي بتشبع جدا هتخليني ما اجوعش لفتره طويله وهتاخد وقت طويل على ما تتحرق. زي ايه؟ زي الشوفان، زي الفريك، زي البليله، زي العيش البلدي. كل الحاجات دي هتسد الجوع وتخليكي فتره طويله ما بتاكليش حاجه. كمان مهم في ساعات الفطار ان احنا نركز على الدهون الصحيه اللي هي زي المكسرات مثلا، كمان نركز جدا على البروتينات. الحاجات دي كلها هتغذي الجسم وهتديله طاقه يقدر يستحمل ساعات الصيام الطويله. كمان لو احنا عايزين نخس مش بس نثبت وزننا، مهم ان احنا نغير الساعات اللي احنا بنصوم فيها والساعات اللي احنا بنفطر فيها. هنثبتهم 16 و10 بس هنغير المواعيد. يعني لو متعوده ان انت بتصومي مثلا من الساعه كذا للساعه كذا، بعد اسبوع ممكن تغيري الساعات نفسها مش عدد الساعات. طبعا موضوع الصيام المتقطع طويل جدا، انا بس حبيت في الفيديو ده اديكم بريف او مختصر كده عنه وعن فكرته بشكل عام علشان اشجعكم ان انتوا تطبقوه وتشوفوا النتيجه بتاعته. لو عندكم اي اسئله متعلقه بنظام الصيام المتقطع هستنى اسئلتكم في التعليقات. ميرسي ليكم.